مرسيدس جمعت بين هيبة وفخامة الاس كلاس في سيارة اس يو في عائلية من 7 مقاعد. السلام عليكم، انا حسين، هناك قناة نظرة في عالم السيارات، وحلقة اليوم برعاية وكلاء شركة مرسيدس في العراق، شركة برايت كاسل موتورز، وراح نقدم لكم فيها سيارة المرسيدس جي ال اس 580 موديل 2023. فابقوا وياي. نبدأ كالعادة بفقرة الأسعار. سيارات مرسيدس قامت تتوفر بالدينار العراقي، والأسعار بوقت نشر الفيديو. سعر السيارة الأمامنا، السيارة راح تتوفر بفئتين، فئة الجي ال اس 450 راح يكون سعرها 169 مليون دينار عراقي، والجي ال اس 580 راح يكون سعرها 202 مليون دينار عراقي. طبعا السيارة عليها ضمان الوكيل، ضمان شركة برايت كاسل موتورز لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلو. جي ال اس 580 هاي تيجي بمحرك V حجمه 4 لتر، 8 سلندر، الهوت انسايد، التوربو صاير هنا داخل بحرف الفي. هذا المحرك ينطي 489 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر. طبعا نظام الدفع هذا جاي بنظام هايبريد او الهجين الخفيف، يجي وياه بطاريه 48 فولت ومحرك كهربائي مدمج. هذا المحرك يساعد السياره، يعطيها عزم اضافي، وكذلك يخلي السياره تستغني عن الالترنيتر او الداينامو اللي احنا نسميه بالعراقي، ويستغني عن السلف ايضا. فتشغيل هذه السياره راح يكون كلش سموث او ناعم، ما تسمع صوت التعشيق اللي يصير عاده بالسيارات اللي بيها سلف. هنا نقطة مهمة لازم نذكرها، Ask us about trust. هاي نقطة خاصة بوكيل مرسيدس في العراق، شركة برايت كاسل موتورز. الوكيل يستخدم سيارات توالم جو العراق وكذلك توالم بنزين العراق. السيارة هاي نظام التبريد بها معزز، تبريد المحرك، وكذلك نظام المكيف أيضا بها معزز، يوالم مناخ العراق الحار، وكذلك نظام حقن الوقود والكمبريشن مال المحرك جاي أيضا موالم بنزين العراق. فالسيارة تشتغل على بنزين مواصفات يورو 4. اللي عجبني بشكل السيارة الخارجي حضورها القوي وفخامة تصميمها الأوروبي، بالرغم من أنه سيارة كبيرة وأبعادها كبيرة. طول السيارة 5 متر و21 سنتيم، عرضها 2 متر و15 سنتيم، قاعدة العجلات 3 متر و13.5 سنتيم. هاي أبعاد كبيرة، لكنه النفس الرياضي والتصميم الرياضي حاضر وبقوة. نلاحظ هذا من خلال الشبك الأمامي كبير وبعلامة النجمة الثلاثية لمرسيدس، كلها مغطى بالكروم، وبها عندك مثل تصميم جنح 2 موجود هنا، ايضا بها تطعيمات بالكروم، فتحات تهويه كبيره. هاي السياره يجي عليها الاي ام جي سبورت كيت، فهنا نشوف الفتحات الكبيره هنا، ديكورات صايره بها تطعيمات بالكروم، وكذلك فتحات جانبيه اكو، وكذلك اللي جوا ايضا فتحات تهويه كبيره، وعندك ايضا تطعيمات بالكروم. طبعا عندك حساسات اماميه وجانبيه وخلفيه وجانبيه، لان السياره يجي عليها مساعد البارك والبارك ترونيك. اما الاضاءه الاماميه فهي الوحده قصه، هاي تكنولوجيا متطوره جدا من مرسيدس. عندنا هنا مالتي بيم LED. هاي شو توفر؟ توفر لك إضاءة متكيفة بالكامل مع ظروف الطريق، يعني راح تنطيك أوضح رؤية للطريق، مع ذلك ما راح تأثر على مستخدمين الطريق الآخرين من غير سيارات تجيك بالمقابل. نشوف التصميم الجانبي للسيارة. هنا ما شاء الله سيارة تبين إيش قد كبيرة، شوفوا حجم السيارة، لكن هنا تظهر لك عبقرية الهندسة الألمانية. بالرغم من كبر حجم السيارة، لكنه معامل السحب الهوائي مالها راح يكون 0.32، وهذا الرقم بصراحة رقم ممتاز جدا لسيارة كبيرة من هذا الحجم. هذا الرقم شي ينطينا، راح يعطينا هدوء إضافي بالكابينة، وكذلك اير دراج او سحب هواي اقل على بودي السياره بالسرعات العاليه. من نقاط القوه الاخرى في التصميم الجانبي هي اطارات السياره. اطارات يجي عليها ويل كاب مالتي سبوك الوي اي ام جي كيت. طبعا هذا الويل حجمه 22 انج، والاطار الامامي راح يكون 285 على 45، اما الاطار الخلفي راح يكون عندنا 325 على 40. نكمل ويا التصميم الجانبي. طبعا الفخامه في كل تفاصيل التصميم. عندنا هنا شاملغات بها شويه عرض، منطيه تصميم رياضي اكثر للسياره. كذلك المرايه الجانبيه جايه منصبه على الدعامه الف، وبها كاميرا من اصل 4 كاميرات للرؤيه المحيطيه، كذلك بها امبيانت لايتن او اضاءه ترحيب حتى تظهر لك علامه مرسيدس على ارضيه الجراج لما تفتح الباب او لما تقترب من السياره. مقابض الابواب راح يكون بها تطعيمات بالكروم، وكذلك جايه من جوا بلون السياره، وعليها طبعا دخول ذكي على الابواب 4، وعندنا دواسات اصليه جايه على السياره، وعندنا هالمنطقة من جوا كلها بالبلاستيك المضاد للخدوش. كذلك يجي على السيارة روف راكس أو سشش مال سقف، والسيارة يجي عليها سقف بانورامي كبير. نجي إلى التصميم الخلفي للسيارة. طبعا هنا أيضا جمال التصميم حاضر، الإضاءة الخلفية LED بالكامل، عندنا بصمة الجي ال اس 580 علامة مرسيدس الجميلة، عندنا الفورماتيك، بصمة الفورماتيك لأنه السيارة دفع رباعي ذكي بنظام الفورماتيك، عندنا بصمة البي سي ام وكيل مرسيدس الرسمي في العراق، وكذلك عندنا حساسات خلفية، أيضا كاميرا خلفية، تطعيمات بالكروم، وعندنا تطعيمات بالكروم هنا جوا بالديفيوزر الخلفي، وفتحات عادم مزدوجة حقيقية. وبس ركزوا لي هنا
على نظام التعليق الخلفي والتائرات الخلفيه شلون جايه بشكل عريض مطيه للسياره شكل سياره وحش وسياره قويه. هنا أنا السياره عليها ايرماتيك سسبنشن وهذا النظام بي ادابتيف دامبن. هذا شنو معناته؟ السياره نظام التعليق اللي جاي عليها يتغير ويا انماط القياده، اذا تخليها على وضع الاوف رود مثلا ارتفاع السياره راح يزداد عن الارض، اذا تخليها على الوضع الرياضي ارتفاع السياره راح يقل عن او يقترب من الارض. هذا النظام يجي عليه ايضا ادابتيف دامبن. الادابتيف دامبن شو يسوي؟ هذا باللوفات يخلي السياره تلزم نفسها وتنطيق قياده ممتعه ورياضيه. خلينا نشوف صندوق السياره، طبعا ماكو داعي احكي لكم، الباب فول اوتو، بها فتح بالقدم، بها فتح بالبصمه، بها فتح بزر كهربائي وكذلك غلق بالزر الكهربائي. هاي شغلات شيء اعتيادي موجوده بهيك فئه من السيارات، فئه فخمه. هنا الصندوق راح يكون حجمه بين 355 لتر الى يمتد الى حد 2400 لتر اذا نومت كل كراسي مال كابينه السياره، فقط خليت الكراسي الاماميه. كذلك السياره يجي عليها ايزي اكسس للكارغو، يعني سهوله تحميل الغراض. من هنا اكو زر تقدر تنزل السياره، تنزل تعليق السياره بحيث حافه الصندوق تصير انسى وتقدر تحمل غراض او تشيل منها غراض. بدينا بالداخليه وراح نبدا من مقاعد الصف الثالث، لان هاي السياره اللي يميزها انه تعطيك مواصفات فخامه ورقي مع عملانيه، تنطيك ثلاث صفوف من المقاعد. فهسه انا قاعد بالصف الثالث من المقاعد وهاي الكراسي يعني تقريبا الاخر شيء مرجعيها، بصراحه وضعيه الجلوس كلش مريحه، كذلك مستوى الفخامه كلش عالي حتى في مقاعد الصف الثالث، بحيث عندك اربع منافذ يو اس بي وكذلك عندك حامل اكواب وكذلك فتحات المكيف واصله لهنا للصف الثالث للمقاعد. مقاعد الصف الثاني لا تقل فخامة عن باقي السيارة، هنا أيضا كلها تنجيد بالجلد وحشوة المقاعد مريحة جدا وتصميم فخم. عندك مكيف خلفي ثنائي المناخات وأيضا فتحات يو اس بي موجودة هنا ومنطقة خزن صغيرة، وكذلك يتوفر ستارة على الأبواب الخلفية، لكن مو ستارة عادية، ستارة كهربائية. هنا لما نحكي على الفخامة نحكي على الفخامة بأصولها. من المواصفات الإضافية الموجودة في مقاعد الصف الثاني عندنا سيطرة على مقاعد الصف الثاني كهربائيين بالكامل، المقعد وظهر المقعد حتى مسند الرأس. كذلك عندنا فتحات مكيف هواية موجودة بالسيارة اللي مقاعد الصف الثاني، عندنا هنا فتحات مكيف وبهاي الدعامة فتحات مكيف وهنا فتحات مكيف. طبعا مكيف السيارة راح يكون عندنا خماسي المناخات، مناخ للسائق، مناخ للراكب الأمامي، ومناخين منفصلين للراكبين بالخلف، ومناخ منفصل لمقاعد الصف الثالث. كذلك هنا يتوفر عندنا مسند للإيد بشكل فخم بمنطقة خزن وبحامل أكواب عدد 2، بالإضافة إلى حاملات الأكواب الموجودة أو حاملات قناني الماء الموجودة ومناطق الخزن الموجودة في الأبواب أيضا. هسه قعدنا بمقعد السائق، خلينا نسد الباب، طبعا ماكو داعي تقفل الباب بقوة لأن الأبواب كلها سوفت كلوز أو شفط. هنا المقعد مال السائق يجي محمل بالمواصفات والفخامة. عندنا كرسي سائق تقدر تسيطر عليه ب 18 وضعية كهربائية، وعندك ثلاث وضعيات ميموري لكرسي السائق أو ذاكرة، وتدفئة وتبريد لكرسي السائق، وكذلك الكراسي الأمامية يجي عليها وظيفة المساج، وعندنا هنا مستوى الفخامة كلش عالي كجودة مواد تغليف الكابينة، التخشيب كله موجود هنا، شاشات مزدوجة حجم 12.3 إنج لكل شاشة، شاشة ترفيه كذلك شاشة عدادات. خلينا نشغل السيارة بسم الله. طبعا شاشة الترفيه راح يجي عليها خرائط العراق، لانه هاي السيارة جاية مستوردة من قبل وكيل رسمي لمرسيدس في العراق. اذا اتشغل النافيجيشن شوفوا هاي خريطة مدينة اربيل، وكذلك الشاشة هاي يجي عليها احدث اصدار من نظام الـ MBUX، وطبعا كذلك بها وظيفة الـ Extended MBUX هاي السيارة للمقاعد الخلفية ايضا. فهسه نحكي ويا السيارة. هاي مرسيدس، Can you change the ambient light to red؟ شوفوا بدلت الوان الاضاءه المحيطيه بشكل جميل. طبعا الاضاءه المحيطيه بهالسياره ايضا تيجي متفاعله ويا التحذير والفلاشر، هاي كلها مواصفات فخامه ومواصفات امان تضيفها مرسيدس لهاي السياره. طبعا فتحات المكيف الجاي بشكل اربع فتحات انيقه هنا وبها تطعيمات بالبرش الالمنيوم، وهذا التخشيب كلش لايق على تصميم الداشبورد بشكل جميل، وعندنا هيد اب ديسبلاي او داتا شو، شاشه كبيره جدا ومتطوره جدا تعرض لك هوايه معلومات، وكذلك عندنا هنا شاشه السايق ايضا متطوره تعرض لك معلومات هوايه، ومن خلال هذه الازرار موجوده على الستيرن تقدر تتحكم بالمعلومات المعروضه امامك، وكذلك تقدر تتحكم بانماط الشاشه اللي تظهر امامك، مثلا هنا تقدر تغير، وكذلك انظمه مساعده السايق ايضا تقدر تفعلها هنا او تطفيها. طبعا الشاشه هاي ايضا
بها هواية أنظمة ساندة للساك، من ضمنها تقدر تسيطر على الترفيه، تقدر تسيطر على مكيف السيارة، وتقدر تسيطر أيضا على مواصفات السيارة. مثلا عندك الكومفورت، هنا وظائف المساج الموجودة على الشاشة، شوفوا أكثر من وظيفة مساج موجودة على مقاعد الصف الأول للسيارة. كذلك الامبيانت لايتن او الاضاءه المحيطيه ايضا من هنا تسيطر عليها. طبعا اضاءات الامبيانت لايتن بالمرسيدس اضاءات كثيره جدا، 65 لون واكثر، بها تشكيلات لونيه ايضا. كذلك عندنا هنا انماط السياره او سيطره على السياره، انظمه مساعده السائق. طبعا كمواصفات امان ماكو داعي احكي لكم عليها، لان هاي السياره تجي مفوله كمواصفات امان. هي هندسه السياره الالمانيه العبقريه في صنع الشاصيه وقوه الشاصيه وحده يعتبر صفه امان اساسيه بهذه السياره، بالاضافه الى انظمه مساعده السائق من حساسات أمامية خلفية، كاميرا رؤية محيطية. الكاميرات الرؤية المحيطية جاية على السيارة بيها بروكسيميتي سنسرز، يعني أنت حتى لو ما مشغل الكاميرا اقتربت من عائق هي أوتوماتيكيا تشتغل وتطلق تحذير. عندك هنا شوفوا الكار واش مود. كار واش مود هاي شنو؟ لما تودي السيارة للمغسلة مع السيارات راح تفعل هذه الخاصية، فراح يقفل لك المراية، يقفل لك السلايد، يقفل لك حساس المطر، يرفع لك السيارة حتى يسهل عملية غسلها. فهاي الميزة موجودة بمرسيدس، مو موجودة عند المنافسين. هسه نحكي لكم على ستيرن السيارة. طبعا تصميم فخم بنابا لذر تغليف، ومن هنا استشات حقيقية بها تخشيب حقيقي. هنا عندك سيطرة على وظائف الترفيه، ومن هنا عندك سيطرة على وظائف الشاشة الموجودة أمام السائق، شاشة المعلومات والداشبورد. وكذلك منها عندنا السيطرة على مثبت السرعة، ومنها سيطرة على الميديا، وكذلك الستيرن نفسه راح يجي تحكم تلسكوبي لكن كهربائي، يعني سيارة فخمة فلازم يكون كهربائي. وعندنا هنا شفتات لتغيير السرعة وراء الستيرن، وجير السيارة بشكل أنيق وجميل جاي هنا. وكذلك عندنا زر التشغيل الذكي هنا مع نظام الأوتو ستوب ستارت اللي يستعمل لتحقيق صرفية جيدة للوقود. وكذلك هالمنطقة أيضا كلها بها تخشيب، وعندك مقابض جميلة هنا جاية على السيارة مغلفة بالجلد بشكل أنيق، وبها أمبيانت لايتن موجودة هنا. وجوا هالمنطقة أيضا يتوفر عندك شاحن وايرلس وحامل أكواب. عندنا هنا زر الدايناميك اللي تسيطر من خلاله على وضعيات القيادة بالسيارة. عندنا وضعية الأوفرود، بالأوفرود طبعا السسبشن أو التعليق راح يصير أعلى شيء، والتعليق بهالسيارة يتغير بشكل سريع لأنه مرتبط ويا بطارية 48 فولت لنظام المايلد هايبرد، فهنا يكون أداءه كلش سريع وحلو. وعندنا وضعية الإيكو، وعندنا الكومفورت، وعندنا السبورت، وعندنا الانديفيدوال. الانديفيدوال يعني وضعية أنت تحددها وتسوي لها سيتن هنا. كذلك عندنا هذا الزر من خلاله تعرض الباركن أسيست، يعني السيارة بها باركن أسيست وباركترونيك مساعدة ركن آلية. وعندك هنا زر المختصرات اللي ظهرت بالشاشة قبل شوية شفناها، وعندنا هنا زر المفضلات، وعندنا هنا النافيجيشن أو الخرائط، اشتغلت عندنا الخرائط والراديو والتليفون، ومنا صوت الراديو تقدر ترفع وتنصيه، وهذا التاتش باد من خلاله تقدر تسيطر على شاشة الترفيه الموجودة هنا، وهذه العتلة من خلالها تقدر ترفع وتنصي السيارة أيضا يدويا من خلال هاي العتلة بشكل جميل. طبعا بهالمنطقة أيضا عندنا منطقة خزن حلوة وبها منفذ USB Type-C أيضا. عندنا مراية الرؤية الخلفية راح تجي أوتودم أو تعتيم ذاتي، مو فقط هالمراية، أيضا المراية الجانبية الجاية من السائق أيضا أوتودم، والمرايات الجانبية بها أيضا هيتر حتى تفيد بالمطر ما يصير عليها مي. كذلك الإضاءة الداخلية إضاءة القراءة راح تكون LED بشكل أصفر وأنيق. وكذلك عندنا الشمسيات بها مراية وبها إضاءة شمسيات اثنيناتهن، وعندنا سقف بانورامي عملاق طبعا موجود على السيارة ضايف فالجو حلو كلش للكابينة الداخلية. طبعا عندنا ايضا نظام هاند بريك كهربائي زائدا الاوتو هولد. الاوتو هولد بالمرسيدس راح يكون عن طريق دوسة البريك، بمجرد ما انت تدوس البريك بشكل قوي لما توقف بالاشاير بس شلت رجلك من بريك الاوتو هولد يتفعل ذاتيا، وبمجرد دوستك على البنزين يلغي الاوتو هولد. لهنا وصلنا لنهاية تخطيطنا لتحفة مرسيدس الكبيرة والفخمة GLS 580. اذا عجبك الفيديو لا تنساني باللايك وشير، والمهم تستنى بالقناة خليك تشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.